يبدأ أكثر من 46 ألفاً من طلبة وطالبات الصف العاشر بالمدارس الحكومية والخاصة اختيار موادهم الدراسية للصفين 11 و 12 في مختلف المحافظات التعليمية، وذلك من خلال تعبئة استمارة خيارات الطلبة بالبوابة التعليمية. التحضير للتخصص الجامعي ومهنة المستقبل يبدأ من اختيار الطلبة لموادهم الدراسية بطريقة علمية مبنية على التوافق بين قدراتهم الشخصية وميولهم المهني والمتطلبات الفعلية لسوق العمل. فالتوجيه المهني بات ضرورة ملحة تفرضها التطورات والمتغيرات السريعة التي يشهدها عالم الوظائف والمهن وريادة الأعمال. ويعمل حوالي 1105 من أخصائي التوجيه المهني في تقديم خدمات التوجيه المهني بالمدارس لمساعدة الطلبة على تنمية مهاراتهم في التخطيط واتخاذ القرارات المهنية المناسبة وتقديم الاستشارات الشخصية ذات العلاقة بالتخطيط التعليمي والمهني. هذا الموضوع اللي هو اختيار المواد الدراسية شيء مهم فيتعلق بمهنة المستقبل، فيجب اختياره بشكل دقيق جداً. فقبل اختيار المواد الدراسية لازم نتعرف عليها ونعرف أفكارها ونعرف أساسياتها. أنا طالب في 12 وقد اخترت المواد التي تميل إلى الطابع العلمي لأنني بكوني أريد أن أتخصص في هندسة الطيران، وطبعا لا ننسى الفضل الذي يعود إلى أستاذ التوجيه المهني في توجيه الطالب، وأيضا الفضل الذي يعود إلى الوالدين. فإن اختيار المواد هذا يعتبر الأساس الذي يشكل مستقبل الطالب. فأنصحك أنت كطالب أنك تختار مادة أنت تميل لها وأنت تحبها. فعلى الطالب أن يختار مواده بحسب التخصص الجامعي الذي يرغب في التوجه إليه بعد الصف 12، ويجب عليه أن يختار المواد وفق أساسين: الأساس الأول مستواه ومدى استيعابه ومدى يعني متابرته في تلك المواد، وأيضا حسب التخصص الجامعي الذي يرغب في التوجه إليه.